السلام عليكم طلابي، معكم مس بريهان من مدارس القيروان النموذجية للصف السابع اللغة العربية. زي ما حكيت لكم الحصة الماضية كان في عنا مراجعة للأفعال، والآن رح نأخذ مراجعة للكتابة. القواعد الكتابية الإملائية، الآن بيحكي لك السؤال الأول في الكتاب: املأ الفراغ بالواو أو بواو الجماعة فيما يأتي: ألف ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. طبعا جاءت هنا الواو أصلية للفعل. ب: المسافرون لم يواجهوا صعوبة في المطار. هنا جاءت واو جماعة لأنها حذفت هنا النون لأنها سبقها حرف جزم وهو لم، يواجهون فعل المضارع المجزوم، وعند الأفعال الخمسة بتحذف هنا النون فتوضع واو جماعة. السؤال الثاني بيحكي: أملئ الفراغ بحرف الجر المناسب بعد وصله بما الاستفهامية. لا تبادر إلى حل المشكلة مع جيرانك. هنا بحكي لك، بسأل أنا: لما لا تبادر؟ لما؟ ب: يدل فوز البتراء في مسابقة عجائب الدنيا السبع الجديدة. وفي عندك علامة سؤال، إذن هنا بحكي لك على ما يدل. جيم: يشتهر غور الأردن. فأنا بدي أحكي بإيش بيشتغل، فأنا بدي أعرف الإجابة فبحكي بما، يعني بماذا يشتهر غور الأردن أو بما، فبكون كتابتها الماء. هنا تلاحظ بأن الألف الماء الاستفهامية بما حذفت، وضعنا بدل منها الفتحة كما تلاحظ بلمة، كتبناها لام وميم ووضعنا فتحة، وكذلك علامة إحنا ما حطينا ميم معاها ألف، حذفناها ووضعنا ألف فتحة، وبما نفس الشيء حذفنا الألف ووضعنا الفتحة. السؤال الثالث بيحكي: ثني الأسماء الآتية بزيادة الألف والنون واكتبها بدفترك. هلأ ما يكون في عنا مثنى، لما أعرف أنا مثنى ثني، لما يحكي لك ثني بمعنى وضع مثنى، والمثنى هنا يأتي بالرفع بالألف والنون. أول كلمة أمامك وهي بناء. البناء هنا وضعنا معها ألف ونون فأصبحت بناءان. بطيء، أصبحت بطيئان، وضعنا ألف ونون وهي هنا ألف التثنية. جزء، أصبحت جزآن. بريء، بريئان. ممتلئ، ممتلئان. شيء، شيئان. إذن نلاحظ هنا الأسماء اللي أمامنا وليست أفعال، الأسماء الموجودة انتهت بهمزة، فإحنا هون رح نلاحظ كيف كتبت الهمزة وجاء بعدها ألف ونون، منها جاء على السطر ومنها جاء متصل على نبرة مع الألف والنون. نأتي الآن إلى السؤال الرابع، وبيحكي السؤال الرابع: حول الرقم في العبارة الآتية إلى حروف ثم أعد كتابة الجملة. أسهم، مكتوب عندنا رقم 300، مشارك في نجاح مؤتمر العمل التطوعي. لو نتذكر مع بعض هاي القاعدة اللي حكيناها مرة، أنه دائما كتابة المئة لا تكتب ثلاث لحال ومئة لحال، لا، يجب أن تكون متصلة بالأرقام 300، 400، 500، 700، 900، فلازم تكتب متصلة من دون ألف. وكذلك لو كان عندي 100 أو رأيت 100 رجل، أنا بحكي 100 ما بحكي 100، لا يجوز. هاي القاعدة بنتذكرها، أخذناها الفصل الأول بالسنة الماضية. فهون بيحكي لك 300، فلا تضع هنا الألف وتكتب دائما
متصلة. السؤال الخامس بيحكي املأ الفراغ بالرسم المناسب للهمزة فيما يأتي. هنا في أنواع للهمزة، إذا جاءت على واو إذن يجب أن يكون قبلها مضموم، وإذا جاءت على ألف يأتي قبلها مفتوح، وعلى نبرة جاء قبلها مكسور. نرى الآن الكلمات التي أمامنا. الأولى سؤدد، عندما قلنا في المثال الأول مضموم إذن تكتب على واو. تفاؤل، جاء ألف ولكن هي مضمومة الواو، تفاؤل لفظناها على واو. فأس، قبلها مفتوح ولفظناها مفتوحة فأ، إذن تكتب على ألف، آسفة ما مشيناش على الترتيب. باء، عندك بئر، بئر جاءت مكسورة إذن تكتب على نبرة. تفاؤل على واو. دال، حدائق، إق هنا جاءت مكسورة. هاء، فأس إذن جاء مفتوح الفاء. واو، مسؤول، أو إذن تكتب على واو. زين، ناشئة، شئة إذن جاء مكسور إذن تكتب على نبرة. آخر إشي عنا يتساءل، ال إذن هنا يجب أن تأتي على السطر. السؤال الذي يليه هو السؤال السادس وبيحكي عنا املأ الفراغ بالكلمات التي بين القوسين فيما يأتي بعد إدخال تنوين الفتح عليها. بنتذكر مع بعض أنواع التنوين، حكينا عنا في أنواع التنوين، تنوين فتح وتنوين رفع وتنوين نصب وتنوين الجر. احنا الآن محدد عنا بهذا السؤال أن نضع تنوين الفتح، إذن نرى كتابتها على الأمثلة التي أمامنا. ألف، لؤي، فتى، يحب المشاركة في حفظ النظام المدرسي. لو احنا حكينا فتى، ضع تنوين الكسر عليها، الفتح عليها، إذن تكتب وتصبح فتن، إذن فتى فتن. باء، وجدت المعلمة في طالباتها حرص على التعليم، إذن هون يجب أن تكون مع ألف منصوبة وتوضع التنوين دائما على الحرف الذي قبل حرصا. جيم، أمضى الزائر سنة في ربوع الأردن، سنة أصبحت سنة. دال، أودع التاجر جزء من أرباحه لدى المصرف. لو اطلعنا على الكلمة اللي أمامك بيحكي لك هي جزء، وكلمة جزء قبلها همزة، فيجب وضع الألف إذا كان الحرف ينتهي بهمزة. إذا وضعنا ألف فأصبحت جزءا. ها، رسمت جمانة سماء مزينة بالنجوم، فعنا جاءت هنا انتهى الاسم بهمزة لكن سبق بألف، فهنا بالرسم الإملائي وأنه لا يجوز أنه نضع ألف همزة ألف، فلذلك استغنينا عن الألف السابقة للهمزة فأصبحت سماء، فنصبت بتنوين الفتح من دون وضع تنوين، بدون وضع ألف.
هون بنكون إحنا أنهينا الأسئلة تاعت الكتابة اللي أمامنا. كانت معكم مس بريهان بحل أسئلة المراجعة لصف السادس. بنشوفكم إن شاء الله بوحدة جديدة لدرس جديد. أنهينا هون الوحدة السابقة ونراكم بالوحدة الثانية وهي عالم الطيور. إلى اللقاء.